السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ الشيف احمد. مطبخنا اليوم رح يقدم لكم وصفه طيبه كثير، هي الكبه المقليه. ولكن رح نعمل الكبه اليوم بالدجاج، رح نعمل عجينه كبه لذيذه جدا، وايضا رح نعمل حشوه طيبه كثير على ذوقي. تابعوا معي هيدي الوصفه الطيبه من المقبلات العربيه. الشغله الاولى اللي بدي اعملها، عندي هون دجاج من الفيليه، صدورة الدجاج مقطع صغير، بدي اطحنه. بطحنه اولا شوي لحاله، طبعا بدي اخليه ينعم عندي. هلا صار منيح بهذا الشكل. عندي هون هيدا البرغل، غسلته 3 مرات، برغل اسمر ناعم، اكيد المقادير اسفل الفيديو رح تكون. رح ضيفه فوق هيدا الدجاج، طبعا على دفعات بدي ضيفهم لانه البلندر عندي صغير. طبعا هون اثناء الطحن بتضيف عندي البصل لينطحن، برجع بخلطهم كلهم مع بعض. طبعا مثل ما قلنا انه اذا كانت عندي الخلاط الكهربائي صغير، بدي نسق الخلطات شوي شوي ليختلطوا كلهم مع بعض مع البصل، وبننقلهم على وعاء لندعكم مع البهارات والاعشاب. هلا من بعد ما طحناهم، عندي هيدا الوعاء حطيتهم بوعاء، بدي اضيف البهارات. عندي كمون ناعم، رنفل ناعم، بهار حلو، وعندي قرفة ناعمة. البهار الحلو مثل الفلفل الأسود ولكن طعمه حلو، بالإنجليزي بيقولوا له all spices. عندي مردكوش، هيدي في استعملها في ما استعملها إذا مش متوفرة. عندي نعنع يابس، عندي حبق يابس، طبعا رح ضيف الملح. وهلا بدي ادعكها بشكل جيد. طبعا بعد ما ادعكتها بدي غطيها واتركها على حدا لنعمل هيدي الحشوه الطيبه. اكيد الحشوه رح تكون بالدجاج، عندي دجاج صدوره فيليه بدي افرمه ناعم جدا. بمقلاية على النار بدي اوضع زيت النباتي، عندي بصل مفروم، وايضا ثوم مفروم، اتركهم شوي، خفف النار، بس يتقلوا عندي شوي صغيرة ضيف هيدا الدجاج اللي فرمته، ضيف فوقه الصنوبر حسب الرغبة، حر أحمر خشن بدي حرحرها شوي، سماء مثل ما شايفين كمان بيعطي نكهة طيبة، رشة قرفة، رشة بهار حلو، فلفل أسود، رشة كمون، ملح. بحرك المكونات ليتقلوا مع بعض. من بعد ما يتقلوا عندي بشكل جيد، عندي بقدونس مفروم ناعم، رح ضيف برش الليمون او برش الحامض فينا نقول، يعطي نكهة رائعة. واخيرا كمان حسب الرغبة دبس الرمان، كمان بيعطي نكهة رائعة. نحركهم شوي ونرفعهم عن النار ليبردوا عندي، منبلش بالحشوة.
طبعا قبل ما نحط الحشوه بالعجينه بنتذوقها، بنشوف ملحها. الخلطه طيبه كتير، ملحها تمام، دبس الرمان عطيها طعمه مع البهارات لذيذه جدا. وايضا عندكم البصل والثوم عن جد حشوه كتير رائعه. المهم اتذوقها، اضبط لها ملحها، وبعدين انتقل للحشي، تطلع عندي وصفه متكامله. طبعا الكبة عندي صارت جاهزة مثل ما شايفين، عملت منها دوائر كبيرة وبهذا الشكل. هلأ بدي ادخلها على البراد لمدة ربع ساعة لتجمد عندي، وبعدين اقليها، وطبعا في فرزها لحين الاستعمال. الزيت متوسط الحرارة، سقط الكبة. بدنا ندوق هيدي الكبة. عن جد وصفة رائعة جدا، طعمتها أخف من كبة اللحمة، طعمة الدجاج ببرش الحامض، دبس الرمان، السماق، البهارات، عاطي نكهة جيدة جدا. لازم يكون طعمة حموضة بالداخل لأنه الدجاج بحب هيدي النكهة. العجينة جيدة جدا، وهيدي الوصفة طيبة كتير. مشاهدينا خلوا الزيت حرارته متوسطة إلى أخف عشان يستوي الدجاج عندي بشكل كامل، وهيدي خطوة مهمة لأنه الدجاج مش مثل اللحمة لازم ستويه. مشاهدينا تابعونا وإلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة من مطبخ الشيف أحمد.